رأيك في انتشار ظاهرة التحرش في أماكن الشغل؟ هي حاجة بتضايق، يعني عدم تربية، حاجات كتير. يعني السوشيال ميديا وكل الحاجات دي خلت الناس شوية واخدة حريتها أكتر. الناس شايفة أن الموضوع بقى سهل، اللي هو البنات بتخاف تتكلم، المشكلة دايما فيها، هي اللي لابسة لبسها هو اللي ملفت للنظر. يعني لو عايز تنزل شغل أكيد أهلها هيبقوا على الأقل حتى هما قلقانين عليه في البيت، فطبعا لا حاجه مش ظريفه طبعا. اكيد سن الجواز عندنا هنا بقى فيه مشكله فيه كبيره قوي. هو الغلط من الطرفين، بس دلوقتي يعني الاول كان فيه دايما البني ادم بيفكر بيراجع نفسه، حتى لو في حاجه استفزته برضه بيفكر ان في اخته في امه في بنته، ما بقاش فيه الحته دي. ان هي البنت اصلا لازم تلاقي تكون يعني تكون جريئه ان هي تقوم على دماغهم كده، ما يهمهاش بقى اي حاجه يعني في دماغهم. السبب اللي هو الفيس والمواقع والمواقع الاباحيه هي اللي عملت كده في الشباب. ليه يعمل كده واحد ناقص؟ مش لا دين ولا عقل ولا تربيه ولا اصول ولا اي حاجه خالص. قله ايمان، قله عقيده، قله دين. فاللي بيعمل كده طبعا انسان مش كويس ومش سوي، انسان متخلف. حاجات كتير بتتعمل، اولا التربيه لازم تكون تربيه كويسه سواء كان في البيت او في المدارس. ثانيا لازم يكون في عقوبه واضحه ومشدده على اي حد بيعتدي على حد. ثالثا لازم نساعد الاطفال، يبقى في خط ساخن للسجن للمكالمات او البلاغات اللي جايه حتى من الاطفال نفسهم يتم التحرش بيهم.